نتابع الآن هذه اللقطات اللي وصلت إلينا منذ قليل، وهي استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض في هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية. تابعنا مع حضراتكم هذه اللقطات لاستقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس السيسي في الرياض وجلسة مباحثات ما بين الزعيمين.